بعد زيارة وفد الاتحاد الإفريقي البارحة لملعب عنابة الكبير، انطلقت اليوم عملية زراعة العشب الهجين في أرضية الميدان. وكما تشاهدون في الصور التي هي أمامكم، انطلقت عملية وضع العشب الهجين في أرضية ملعب 19 ماي 56 بمدينة عنابة، وهذا شيء إيجابي جدا في الوقت الراهن. وإذا عدنا إلى العشب الهجين فهو عبارة عن مزج بين العشب الطبيعي والعشب الاصطناعي، ولديه عدة فوائد. أولها أن هذه الأرضية سوف لن تتأثر بالمناخ والرطوبة، وكذلك هذه الأرضية يمكن اللعب عليها أزيد من 1000 ساعة في السنة، وهذا شيء رائع ورائع جدا، ويمكن التدرب عليها وكذلك لعب المباريات في نفس الوقت دون اللجوء إلى اللعب في الملاعب الملحقة، لأن الأرضية لن تتأثر. إضافة إلى ذلك، فإن عملية صيانة العشب الهجين لا تتطلب إمكانيات كبيرة، وإنما صيانته تكون بطريقة سهلة جدا. هذا ما يجعل هذه الأرضية طويلة المدى، وسوف تعطي إضافة حقيقية لملاعب الجزائر. وللتذكير، فإن ملعب فرنسا الكبير كذلك استعملت فيه تقنية العشب الهجين، ولازالت إلى يومنا هذا تستعمل، وهي تقنية ناجحة جدا. وكذلك ملعب أتاتورك بإسطنبول، كل هذه الملاعب استعمل فيها العشب الهجين. إلى اللقاء.